اقول لك اللي وراك هذا عنده فلوس اوكي يا اخي انا حاسس انه ما حيدفع الا حق برجر واحد ادفع ادفع اثنين برجر بالجبنه زود جبنه مايونيز ما ابغى يلا نبدا يلا اوكي ابدا يلا ابغى يبغى برجر تبغى ايه ابغى برجر برجر قول يلا ماكل انت برجر قلع قلع انا ابغى ابو راضي يجيب لي برجر ما ايش تبغى ايش انا اجيب لك ابغى برجر 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 واحد تبغى بس اثنين أنا أجيب لك بس لا تلك يا حبيبي يا ناس يا طيب يلا أجيب لك برجر ها حبيبي مبسوط يعطيك العافية ما شاء الله لا تبكي أبدا ما شاء الله جميل ما شاء الله عليك الله يحفظك يلا خليك حبيبي الله يسعدك الحمد لله الأمور طيبة يا ولد الخطة نجحت الخطة نجحت حريقة حبيبي ها فين تبغى نحل الآن؟ في سفليه قدام سفليه قدام سفليه يلا يلا شرفنا فيك والله ها؟ شرفنا فيك اه لي الشرف لي الشرف ما جانا عز منك والله ما جانا عز منك ما جانا عز منك ما 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 اخش الموضوع من حقك تشوف الشوفة الشرعية الوحيد اللي تجيبها ننسان جرام جميلة جميلة هذه جميلة ولا وحش هذه بتفهم عجرم لا شبع عجرم نانسي ما لها صلاح في الموضوع لا تظل نانسي الله يستر عليك طب خليكم خمسة دقائق لا لا الله يخليك الله يخليك لا تروح انت خايف من جميلة لا مش شيطان شاطر ممكن يعني صح ها صح صح, صح؟, صح؟ حس جاني هبوط جميلة اللي يموت بسرعة بسم الله عليك يا ابني الحمد لله نقول مبروك يا ابو جميلة من هذه هذه ام جميلة لكم تشوفوا بعض زي كذا والله شو اسوي لك لا لا هبوط اكثر هبوط ليمون ليمون خذ يا ابني ايش رايك تاخذ جميله ليمون يا الله يا الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم ام علي الخطابه اللي بغى واحد رحمه وكذا زينه كماي هذا الرقم حقي دق علي وتبغى اجرهم بنيه انا ام علي اهم شيء انا عندي الاخلاق ثاني شيء الجمال ابغاها تكون منيكان ابغاها تكون شقره عيونها خضره انت بغيت وحدك مسكار لجهانسن والله لا تزوجها على طول ما ابغى اشوف الشريه انا واثق فيك يا ام علي توكل على الله يا ولاد خلاص برسل لك رقم ابوها دحين هذا رقمها 66 في اللسته 66 ولا 99 99 حسبي الله عليك يا ام علي لا 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 فين رايحه ترى خليك خليك عشان المسافه لا 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 الجو بارد يجيكي نفس يجيكي فايروس يجيكي تمرضي خليكي طيب صب شاي بدلك عندك تصب انت شاي يا اخي ابغى شاي يا علي ايوه قم معي الغرفه اشتي ارقص لك رقص على كيفك ترقصيني انا طيب دقيقه واحده بس ندق على الشيخ نقول له الموضوع تسال الشيخ عشان ارقص لك انا ايوه ندق على الشيخ نطفش امك بها بندق على الشيخ نقول له حلال ولا حرام ايوه الو هلا بالشيخ حقنا أستاذي أخفض صوت الأغاني صوت وهذا صوت مقرصنا أسألك سؤال محمرتي يجوز أنها ترقصني ولا ما يجوز نعم يجوز الرقص المرأة لزوجها يجوز بس بشرط أن تكون بمفردكما يقول لك يجوز يعني الليلة تقلبين لي فيفا عبدو هنا أبغى فيفا عبدو قدامي أريد أن أقول لك شيئا عزيزي يشترط أن لا يكون هنالك أغاني ما هو؟ ما هو؟ ولا تبغى ترقص على النشرة القوية؟ الله يسعدك يا رب ولا يحرمني منك يسعدك يا مرينجي حبيبي ممكن أسألك سؤال؟ ايوه عادي أسألي خذ وقتك حبيبي أنت تتكلم بنات غيري؟ طيب عليك كيف تسألي السؤال ده؟ يا شيخ الله يسخطني كلب لو إني هلا ايش رايك تشوف الصحون يا سام شويه ايش رايك تشوف الصحون تعال يا خلا اعطاك رجلي تقدر تروح فيها المطبخ تكلمني انا ليش بالله استنى الله يخليك يا اخي انت غبي ولا غبي ما عندكم زي اكشن في البيت ما تتفرج افلام الرجال قتلني طيب
طلب بسيط بس قبل لا تموتني اقتل الغبي ده. Yo, but listen, when these guys come, I want you to put the gun in his head, okay? Okay, man. What's on ya? Put your hands up! Hey! Hey, let go! Don't move, baby, hey! I said put your hands up! Do you hear me, man? Don't move, relax, relax. Put your hands up, I said! يا والله يا عجب هذا المادية ناشفة جدا يا والله يا بيسا واسو مان يا اخي ما تعمل لي